أقدر أتكفل بأكبر قدر من. بهذه الدعوة بدأ لاعب النادي الأهلي سعد سمير تحدي الخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتكفل من يقع عليه التحدي بإعاشة عدد معين من الأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا. التحدي بدأ ينتشر بين مجموعة كبيرة من الفنانين والرياضيين، وبدأوا في نشر مساهماتهم وحث الأفراد على المشاركة. وفي المواقف الصعبة البني أدمين بتبان، ممكن نبقى كلنا ربنا بيقدرنا ان احنا نعمل الخير طول الوقت، بس مش لازم نعلن عنه، لانه الخير في السر بيبقى اقوى واعمق من كده. لكن اللي خلاني قبلت التحدي واعلنت عنه ان احنا نشجع بعض كلنا، انها في الوقت ده احنا لازم نقف كلنا جنب بعض. انتقل التحدي بعدها الى الشركات والبنوك، فاعلن عدد منها المشاركة والتكفل باعداد وصلت الى 1000 اسرة لكل شركة. اعتقد ده واجب على كل الشركات، لما بلدنا تبقى في ازمة لازم نتحد ونحط ايدنا في ايد بعض عشان نساهم في حل الأزمة دي، سواء كانت من ناحية عمالة أو ناحية طبية أو ناحية مساعدات. المبادرة اللي عجبني فيها إن فعلا إن كل شركة كانت بتتحدى الشركة التانية عشان عجلة الخير تفضل دايما مستمرة. المساهمات تذهب إلى الجمعيات الخيرية لما لها من قدرة الوصول إلى المستحقين. أحمد نجيب يعمل مديراً للمشروعات في بنك الطعام المصري، ويقول إن الإقبال على المبادرة فاق التوقعات. إن كل الشركات كانت بتتهافت إن هي تشارك معانا، والأفراد كمان على مستوى الأفراد. في وقت الأزمات أول حاجة أي حد فينا بيفكر فيها الغذاء الأساسي، إن هو يكون موجود في البيت عشان ما يحصلش عنده دروب أو يشعر إن هو خلاص يعني ضايع. فالكرتونة الحمد لله فيها المكونات الغذائية اللي ما ينفعش أي بيت يستغنى عنها، بتكفي أسرة مكونة من 4 لـ5 أفراد تقريبا لمدة 15 يوم. ويشارك متطوعون في تجهيز الحصص الغذائية ليتم نقلها إلى جميع المدن والقرى في مصر. مثلما تظهر الشدائد معادن الناس، أظهرت مواجهة أزمة فيروس كورونا في مصر تفاعلا كبيرا من المواطنين والشركات والمشاهير في تحدي الخير، والذي يهدف إلى مساعدة العمالة اليومية غير المنتظمة والأسر التي تضررت بفعل تعطل قطاعات اقتصادية مختلفة. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.